السلام عليكم خواتاتي، كيف احوالكم؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هاد المليويات اللي كيجيو هشاشين ولدادين ونكهات الكوك، ونتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. ونحتاجوا ان شاء الله لهاد المليويات، ونحتاجوا ان شاء الله لهاد الوصفه. عندي هنايا 4 الكوس الفرص العنبه، وعندي 2 كؤوس العنبه الفينو، وعندي هنايا واحد خماره حمراء، واحد الساشيه ديال الارزه بيضاء، وقبصه ملح، وشويه الخميره للخبز، وشويه ديال الزبده، وشويه ديال الفينو. وعندي هنايا واحد الكاس مع مرشد الكوك محمر، وعندي هنايا الزيت للطوريق، وطبيعه الحال هادو الماء باش نعجنوا ان شاء الله المليويات ديالنا. ونبداو معكم خواتاتي ان شاء الله. انا حطيت الملحه ديالي وخميره الخبز، نزيدو واحد ديك الساشيه ديال الخميره الكيماويه، وديك الساعه نبداو في جميع العجينه ديالنا. نخلطو ان شاء الله ديك الخميره مع الطحين والمليحه ديالها، ونبداو ان شاء الله نكبو الماء ونجمعو الخليط ديالنا على شكل المسمنه ديالنا عاديين، ما هما جارين بزاف، ما هما قاسحين بزاف، حتى كيتجمع لنا الخليط ديالنا شويه بشويه هذا الشكل هذا. نضيفوا الماء تدريجيا حتى كيتجانس لنا الخليط ديالنا مزيان، العجينه ديالنا تكون طريه. ديك الساعه نتلاقاو ان شاء الله خواتاتي، وتشوفوا كيف كتكون العجينه ان شاء الله. هانا خواتاتي، هذه هي العجينه ديالنا، نحاولوا ندلكوها شويه بهذا الشكل هذا، كتجمع لنا مزيان وترجع طريه. هي العجينه ديالنا خواتاتي، بعد ما عجنتها شويه يعني تدليكه خفيفه بهذا الشكل هذا. دابا نحاولوا نقطعوها هكا صغيره بحال المسمنات هكا بهذا الشكل، يعني على حساب انا نديرهم شويه كبارين احسن، باش ديك الساعه الا بغيتي تقطعهم ولا تخليهم هكا كبارين، يعني كنا كنديرهم على حجم هكا، على هذا الحجم هكا. ديك الساعه كندورو كندهنوهم بشويه الزويته هكا مزيان يرتاحوا، ديك الساعه كنغطيوهم ان شاء الله وكنخليوهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، ونرجع عندكم خواتاتي باش نطلقوا العجينه ديالنا ان شاء الله. بعد ما ارتاحوا شويه المسمنات ديالنا نحاولوا نورقوا غير بالزيت. وهنايا عملت ديك الكوك وديك فاني وديك الفينو، خلطتهم مزيان، وهنايا ذوبت شويه الزبده ديالي، ولكن باش نورقوا العجينه ديال المسمن بعد ما ارتاح شويه بهذا الشكل نورقوا غير بالزيت، حتى ملي كنجيو نطويو عاد ديك الساعه كنعملوا الزبده ديالنا ان شاء الله. المسمنات ديالنا ملي طلقناها ورقتها غير بالزيت، دابا نحاولوا نديروا شويه ديال الزبده بهذا الشكل هذا بالزبده. ديك الساعه كنرشوا عليها ديك الكوك والفينو وديك الفاني بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نطويو المسمنات ديالنا كيف كنطويو المسمن عادي بهذا الشكل هذا. وحنايا زايدين كنورقوا بديك الفينو والكوك والزبده هكا والقليل من الزيت ورشه الزيت، وحنايا كنطويو بهذا الشكل هذا ورشة تاني عاود ديال الكوك والفينو وقليل من الزبدة والزويتة، وبهذا الشكل كنلويو هكا بهذا الشكل هذا. وحنايا كنلويو، يعني انا عملت شويه كبير هكا، عادي الا عندك فين كتخدم كبير يكون احسن بهذا الشكل هذا. وكنصاوبو وكنصاوبو هكا المليويه ديالنا، انا عندي كبارين نحاول نقطعها على جوج بهذا الشكل هذا، كيكون عملتي جوج المليويات في ان واحد بهذا الشكل هذا. وديريكت اللاطه ديالنا اللي فرشت فيها كاغيط الزبده نحطوه بهذا الشكل هذا، وحنايا غادي كنكملوا في هذا في المليويات ديالنا بهذا الشكل هذا. بعد ما طلقت عاود بسمنه ديالنا اخرى، نحاولوا بالزبده دهنوها مزيان هكا بالزبده وقليل من الزيت، رشه من الزيت. ديك الساعه كنزيدوا عليها عاود ديك الكوك والفينو ديالنا والفاني، ونحاولوا نطويو بهذا الشكل هذا كيف كنطويو المسمنه ديالنا عاديين، ونرشوا عاود ثاني الزبيده ديالنا والكوك بهذا الشكل هذا، ونقلبوا عاود المسمنه ديالنا بهذا الشكل. وحنا غاديين بالزبده رشيت الزبدة عاوتاني بالزويته والكوك باش كيجيو مفروقين،
وكنحاولوا عاوتاني نطويو بهذا الشكل هذا هكا. كيجيو في الحقيقه هشاشين ومفروقين، نتمنى ان شاء الله تجربوهم وساهلين بهذا الشكل هذا. انا عملتها كبيره، كنحاول نقطعها هكا بهذا الشكل ديريكت، عاود كنحطها في اللاطه ديالي بهذا الشكل هذا. ديك ساعات ملي كيرتاحوا شويه كندورو كندقوا عليهم شويه نقرصوهم، ديك ساعه كندخلهم للفران. ها نخوتاتي، هادو هما المليويات ديالنا بعد ما قرصتهم شويه بهذا الشكل هذا، يعني كندقوهم شويه بهذا الشكل هذا، كنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، ديك الساعه كندخلهم الفران على حراره متوسطه، وان شاء الله يطيبوا على خاطرهم. نشعل لهم غير من الفوق من التحت، يطيبوا شويه من الفوق من التحت، ديك الساعات كنشعل لهم من الفوق يتحمروا على حراره متوسطه. وديك الكميه الطحين عطات لي 16 حبه، يعني كميه في الحقيقه لا باس بها، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. وفي الحقيقه كيجيو هشاشين ورطب، وبصحه وراحه، ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيبوا المليويات ديالنا. وهادو هما المليويات ديالنا خواتاتي، بعد ما طابوا وتقرمشوا كيجيو بحال هذا الشكل هذا، مقرمشين ولدادين ومفروقين. ها انتم كيف كتشوفوا هكا، بنكهة الكوك المحمر، كيجيو رائعين ومفروقين. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وسهلين وفي متناول الجميع. وهكا خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تشجعوني وتابوني معايا، وبالصحه والراحه وبالتوفيق لنا ولكم، وشهية طيبه.